مرحبا بكم في فيديو جديد في قناة بوزيتيف روت. نحن الآن نتواجد في أحد الأسواق كوسكو المعروف يعني هنا في كندا وفي الولايات المتحدة الأمريكية. والجديد هو هذا الجوارب لي شوسيت، هما للرجال والنساء، كيتشحنوا بالكهرباء وكيسخنوا الرجل، كيدوم لوتونومي ديالهم 8 السوايع، يعني ملي كيتشحنوا كيبقاو 8 السوايع. الا قلبتوا هنا الجهه الاخرى كتبان لكم العمليه ديال الشحن. هانتوما كما كتشوفوا يعني البريز، وانه كيتشحنوا وكدير فيهم رجليك وكيسخنوا لمده 8 السوايع، سواء في المنزل او في خارج المنزل. وكذلك كاينين هادو لي غون، القفازات كما كتشوفوا حتى هما لوتونومي ديالهم كدوم 6 سوايع، وهما خاص يعني للرجال والنساء. وهنا كتشوفوا كيفاش كيتشحنوا، وهنا كاين لو بوطون، هذا لو بوطون ديال باش تورك باش تخدمو. هنا مناش كتخدم، ولا بغيتي تطفيهم تطفيهم. حتى هادو عندهم الا بغيتي تخدمهم تخدمهم، ولا بغيتي تسكتهم تسكتهم. ملي تسخنوا لك رجليك كتوقفهم، وملي كيبردوا لك رجليك كتعاود تخدمهم. هذا الجديد في عالم التكنولوجيا وفي عالم العالم الجديد. هادو القفازات الثمن ديالهم 189 دولار كندي، والجوارب لي شوسيت الثمن ديالهم 114 دولار فاصلة 99 دولار كندي. كذلك كاينه هادي لاتشيك كديرها فوق راسك، فيها بولا الثمن ديالها 26 دولار فاصلة 99. نخليكم على خير، وإلى اللقاء في فيديو قادم بحول الله.